وكل عام هو بألف خير ابنك، لأنه مبارح كنا عم نتناقش إنه ما عيدنا لك. مبارح ألف رمضان نجلة، بعد ما خلصت حلقة ذكرته محمد علي السلام يجعل أيامه سعيدة. الله يسلمك ونضلي دائما بخير رحيم. آمين يا رب. يسعد أوقاتكم، تضلوا بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 27 تموز، يعني 27/7، تمنيات الجميع بالخير. عطارد ما زال متقدما في برج السرطان، بده لسه 10/11 آب لساته متقدما في برج السرطان، لسه الامور لدى مولود الجدي والحمل مو كثير مريحه، كاعطال، كبعض المضايقات البيتيه المنزليه العائليه، يعني شويه انتباه بهي الفترات. ما في شيء سيء، كل الكواكب بمكان ايجابي، مثل انه الزهره موجوده في برج العزاء عم بيخلي الامور المهنيه ايجابيه لهالابراج بالذات. حتى اللي مولود برج الثور، مولود برج العقرب، مولود برج الدلو باشرت الامور تحسن. طبعا كونه اصلا مولود موجود المريخ في برج الاسد عم بدايه اهل ابراج بالذات اللي هن برج الثور، برج العقرب، برج الدلو، بس وجود الزهره عم بخفف شوي من التاثير. واصلا هو بعد بكره رح يطلع يدخل على برج العذراء، ينضم لوجود الزهره الموجوده في برج العذراء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي غالباً اليوم في أخطاء ترتكب، أنت عم ترتكب أخطاء، غيرك عم يرتكب أخطاء، شيء من هذا القبيل، بس الأكيد أنه تصرفاتك شوي متسرعة، في قصة كأنه من الماضي عم تطلع لك، في قصص ممكن تكون العلاقة عم تبتعد عمن يحبك حتى بدون أسباب. اليوم ضايق خلقه، متضايق مولود برج الحمل، كم محتاج ناس ودودين إيجابيين يكونوا حواليه بهي الأيام، هيك عنده إحساس إنه عم بيراوح مكانه. القصة معنا هيك، هو يوم عابر. قصدت مولود برج الثور، صدق أو لا تصدق أنت اجتماعي اليوم، معرفتك الحياة ما حدا عارفك من معارفك، إنه فعلاً أنت حدا اجتماعي اليوم، شخص منظم، تحاول التوفيق بين العمل بين التسالي، تجمعات مريحة، نوع من أنواع الأفراح، تصالح، تعارف، يعني هاي الأيام أيام عم بتقوم فيها برحلة، بسفرة، عندك عزيمة، المهم أنه عندك علاقات اجتماعية. الأكثر تعباً هو مولود برج الجوزاء اليوم الحقيقة، في حدا عم بيضايقك أو عم يزعجك أو عم بيعاتبك على بعض الأخطاء، ما تصب غضبك أو جام غضبك على من يعاتبك، بالعكس خدها بالجانب الإيجابي، خدها من جانب محبة غالباً، لأنه القصص بالعمل عموماً. على كل الأحوال اليوم الجوزاء عم بيشوف القصص يا سودا يا بيضة، وأنا برأيي القصص ما أنا سودا أو بيضة، دائماً في وسط. عزيزنا مولود برج السرطان اليوم عم بيناقش أموره بدون خجل، بالعكس عم يمتلك الشجاعة ليوصل للي بده إياه، خاصة إنه ما في عراقيل اليوم، بالعكس اليوم في لقاء، في دعم غير محدود، في طريقة بالتصرف بالنسبة لك ممكن تخليك هيك تقنع الآخرين بمواهبك أو يدعموك، مشاكلك ممكن تبلش تحلها، يعني الأمور بالنسبة لك إيجابية وجيدة. على فكرة أغلب الكواكب بمواقع تبشر بسفر ولو هو قصير وعابر. عزيزنا مولود برج الأسد اليوم الأمور بالنسبة لك إيجابية وجيدة، فيها نوع من أنواع الإنجازات أو الدعم لتأخذ حقوقك، صداقاتك كبيرة وكثيرة، عندك نوع من أنواع الاستقرار، ربما ترقية، ربما ورقة، ربما أكثر ضجة وتفاؤل اليوم مولود برج الأسد عم بيحاول يحافظ على علاقاته. عزيزنا مولود برج العذراء هو اللي مو كثير كثير مرتاح، ويمكن تنتبه فجأة إنك اعتمدت على أشخاص مو كثير أكفاء، أو عم في نوع من أنواع الاستياء حواليك، أو في شيء من الضيق. هلا أنا بقول الأمور اليوم حاول تكون أهدأ، لأنه ما أنه مناسب لا للشجارات ولا للخلافات ولا للصوت العالي. إذا بتحب حاول تحافظ على رقتك بتعاملك مع الآخرين. هلأ شلون؟ ما بعرف، صعبة صعبة والله صعبة. مولود برج الميزان الأمور اليوم عنده أخذ طابع ضغط، أمور عم بتضايقك، عم بتقوم بكبتة، شغل كتير، عمل كتير، مشاكل نفسية أكثر منها واقع. هاي الأيام أيام فيها شغل، فيه عمل، فيه عم تبذل جهود بمكان يعني ما كتير لازم تبذل جهود فيه على حساب الأشياء المطلوب منك إنجازها. لا تنسى اليوم مولود برج الميزان الأشياء أو الأهداف اللي أنت عم بتحطها ببالك، شهر فيه عمل كتير.
اصلا فيه قصه عائليه ما كثير مريحه. العقرب باحد الايام اللي فيه حظ، خاصه عنده قدرات فائقه في التواصل مع محيطه، وعم بيخوض نقاشات عائليه، عم بيحاول يرتب ينظم اموره. الحب عم بيتراجع الى المرتبه الخلفيه مع انه امورك فيه جيده، بس العمل اليوم اول اهتماماتك. تشعر كانك تغلبت على المنافسين او عم بتفكر بتعديلات تغييرات. محيطك عم بيقدرك اليوم. مولود برج العقرب، مولود برج القوس مو مرتاح. الامور اليوم ليست في افضل حالاتها، قلقان، متوتر، عصبي. هو اصلا ينتمي الى الابراج الناريه، فعصبيته يعني اكثر مما يجب. واليوم الحقيقه ما عندك مساحه كافيه لقرارات ممكن تاخذها بتسرع، لذلك يا فكر بقراراتك، يا استنى لبكره، يا استشير ثم استشير ثم استشير. انا اعتقد للمساء بدك تستعيد مكانك ومكانتك. الامور جيده لكن ليس قبل المساء. بالنهار ممكن تواجه اعتراض او استياء. عزيزنا الجدي، اليوم حركه، نشاط، قاعد جنب العيله، جنب الناس اللي بتحبهم، اصدقاء، عازم، معزوم، عندك سفر، اصدقاء، زوجي، اهل شاغلينك اليوم. يعني الحظوظ مساعده لتغير شيء بحياتك، خاصه انه هي الايام عم تتعلم قصه جديده. والحقيقه في شيء قد تفوز به عموما، قد يمنحك الراحه. الامور انا بعتبرها العلاقه بالنشاط الاجتماعي بالغالب او الشخصي. عزيزنا مولود برج الدلو، عم يحصل على ديون سابقه، والحقيقه الفترات هي جيده ماليا، يعني الشهر كله لك يعتبر الافضل ماليا تقريبا من كل الاشهر، باعتبارك اصلا طالع من شهر هو الاكثر تعبا على الصعيد المالي. يعني لذلك كثير مريح انك توفي ديون، تدفع مستحقات، لانه اغلب صرفك عم بيكون سببه نوع من انواع الاصلاحات لبعض الاعطال. يعني على كل الشهر القادم تعويضي لكل ما دفعته في الشهر الماضي. عزيزنا مولود برج الحوت، فايق بكير وعم بيستضيف ببيته زوار او عم ينهي خلافات عائليه. كل ما حولك يخدم امانيك. الاسبوع القادم لاتصالات، لمشاوير، لتفاؤل، لنشاط، لتشعر انك مبسوط بمن حولك. امورك ايجابيه وجيده عموما، وفي عندك خطوات مهمه ممكن تكون العلاقه بالسعاده. خليني اعايد مولود اليوم. مولود 27 تموز، صاحب حركه دائمه، شخص عنده وسواس الفشل. هذا الوسواس الفشل وقت اللي بيجي بصير بيناقش ثم يناقش ثم يناقش ليتعلم. هو حدا على كل يعني بيتعلم من النقاش. اجتماعيا لافت بجاذبيته، باناقته، باسلوبه، يجادل، يحاول الاقناع، لا يتراجع حتى لو حس حاله غلطان. يعني للاسف هي عيب من عيوبه. ينفق المال لحتى يرتب اموره، لحتى يطلع باحلى شكل واحلى منظر واحلى. يعني من الاشخاص الجاذبيه، اللي عنده جاذبيه، ليس من السهل ان يسلم بالامر الواقع. محب للخير، يساعد الضعفاء، من الاشخاص اللي الاوراق بالنسبه له مكشوفه وليست مغلقه. عم تثبت وجودك هذا العام، وعام ممكن تتفرغ فيه لأصدقائك، أقربائك، عام الذكاء. غالباً السنة فيها إيجابيات على صعيد علاقاتك مع من حولك، على صعيد ارتباط، ربما بداية جديدة، ربما ما بشوفها أنا سنة تغييرات جذرية يعني نهائي، بس فيها بداية جديدة ممكن بارك لك فيها. سوسن، روحي، لا أنتي ولا جميل مو بعتي لي تفصيل، بدي يوم وشهر وسنة يا روحي. مهاني هي كاتبتها، ما بعرف إذا هو تهاني ولا مهاني فعلا. على كل الأحوال عم تسألني عن علاقة، تعتبر العلاقة الأفضل رحيب، بس المشكلة اتنيناتكم عصبيين جدا، جارحين جدا، كلمتكم كتير مثل ما بيقولوا واقفة، وأحيانا هيك إذا أنت معصبة بتصير الكلمة كتير جارحة، ومن الطرفين ما بعرف يعني ما بعرف يعني عم تقلي بدنا نرجع، ما بعرف. المشكلة أنا هاي المواليد اللي بيكون كبيرة، يعني نحن صرنا 50 55، فبتكون الكاسة تملت. يعني أنا أتمنى طبعاً أنه ترجعوا كحظوظ الحياة مساعدة، ليس الشهر القادم، التاسع وما بعد، بس حطي ببالك فعلياً أنه خلص الكاسة تملت، ما عاد تسع ولا نقطة،
ولا كلمة جارحة ولا عصبية ولا صوت عالي ولا تصرف مو صحيح. عندك استعداد؟ أنا برأيي ما عندك استعداد أصلاً، فلا تسأليني في رجعة ولا ما في رجعة. ما دخل الحظوظ بمحاولاتنا للتغيير؟ يعني القصة مو إنه أنا بدي غير طبعي، فيكي تغيري طبعي؟ أنا لا أرجح. شفيقة عم تسألني، حظوظك مساعدة جداً يا شفيقة، كأنك عم تغيري محيطك العائلي أو محيطك الشخصي، ارتباط يمكن أو قصة عقارية أو شي قصة هيك تكون جميلة بالنسبة لك. شهد، لانه الشهر الأفضل ولا الأسوأ الشهر القادم يا شهد، وسط بس أنا ما بعتبره كتير مريح. طبعاً السنة من التاسع وما بعد رح تكون أريح، بس هي بالمجمل أنا برأيي السنة القادمة هي سنة حظوظ وليس هذا العام. أنا عم بحكي كتغييرات جذرية، أما كبداية جديدة فيمكن تكون لبداية جديدة. يا رب تكون سعيدة وللجميع. سعيد صباحكم.